السلام عليكم، جايب لكم اليوم طريقة تحديث أجهزة شاومي. هنا كما تشاهدون، إذا ذهبنا في الإعدادات ودخلنا حول الهاتف، هنا إيش بنسوي؟ بندخل على الكلمة هذه، ما في هنا كلمة تحديث ولا خيار تحديث، بس ندخل عليها كذا. بعدين كما تشاهدون ننتظر هنا إيش يكتب لنا، لا توجد تحديثات متاحة، بس بعدين ندخل من هنا الخيارات هذه، تنزيل أحدث حزمة، وننتظر الآن لما يكتمل التنزيل هذا. الآن اكتمل التنزيل، الآن جاري فك الحزمة، انتظر لما يكتمل فك الحزمة. هنا لازم نركز، الإصدار اللي موجود الآن 1.0.4.0، بنشوف فيه تغيير ولا لا. بعد ما تكتمل هنا تعمل له إعادة تشغيل، إعادة تشغيل الآن. وهذا هو بعد إعادة التشغيل، ما في أي حاجة جديد. شوف هنا لما تدخل على موه الجديد، شوف هنا تم تحديث تصحيح النظام الألمان في يونيو لزيادة النظام. هنا ما في شيء جديد، يعني آخر شيء هذا هو تاريخ يونيو. إذا في شيء جديد بيظهر بنفس التحديث هذا، لكن هذا هو آخر تحديث.